صبري. طبعا احنا حابين نبارك له ونقول له ان قدام تحديات عظيمه جدا. كابتن حسام حسن قبل ما يكون مدرب هو ملهم لجيلنا احنا. احنا حبينا الكوره من حسام حسن، جيلي انا حقيقي شجع كوره بسبب حسام حسن او حب الكوره بسبب حسام حسن. لكن هنرجع برضو لنقطه المعايير في الاختيار واتحاد الكوره استند على ايه. يعني لما قرر ان هو يختار مدرب اجنبي بعد فيتوريا، طبعا ما كانش في معايير اصلا واضحه لاختيار فيتوريا، وبالتالي ما فيش معايير واضحه لاختيار الكابتن حسام. كابتن حسام كسبان ارضيه كبيره جدا اعلاميه وجماهيريه، ودي نقطه كان بيفتقدها مثلا فيتوريا وافتقدها يعني اسماء قبل كابتن حسام. بنستغرب جدا ان الماتشات، يعني ماتش منتخب مصر ومنتخب تونس وما فيش التفاف حوالين المنتخب موجودين. صحيح. فالمعركه دي او التحدي ده كابتن حسام كسبانه من قبل ما ينزل الملعب. صح، هيبقى في التفاف عليك. كبير جدا من الاعلام ومن الجمهور حوالين التجربه من جديد. الشغف اللي كان عند كابتن حسام وهو بيلعب والشغف اللي كان عنده وهو بيدرب لازال موجود ولازال مؤثر على الجماهير بشكل كبير جدا. فدي معركه كسبانه. قدامه تحديات تانية منها اللي قالها جلبرتو، ان هي فكره تعامل في اداره ملف محمد صلاح، وده ملف لا يمكن تجاهله. محمد صلاح بس تحديدا انا بشوف ان محمد صلاح تحديدا هو في هيؤثر بشكل ايجابي او سلبي سواء وضع محمد صلاح في المنتخب في السنين اللي فاتت، وكمان مع الانتقادات اللي هو تعرض لها من جانب كابتن حسام وكابتن ابراهيم اعلاميا في الفتره اللي فاتت. فكابتن حسام وكابتن ابراهيم هيتعاملوا مع الملف ده ازاي؟ ده تحدي تاني. التحدي الثالث الحقيقه هو شكل منتخب مصر. يعني كابتن حسام طول مسيرته في السنين اللي فاتت وابرزها مع المصري كان بيعتمد دايما على الباور العالي في الاداء، وان احنا بنتحفظ وبننطلق الفرقه كلها بتندفع مره واحده، ففي قوه بدنيه كبيره وفي جري كتير وفي التحامات كتير. هل هذه الطريقه تناسب الجيل الحالي من اللاعبين في منتخب مصر اللي هو متوسط اعماره فوق ال 29 سنه؟ فبدنيا هيقدروا يؤدوا ده ولا لا؟ في تحديات فنيه بقى كابتن حسام محتاج يجاوب عليها. في النقطه دي تحديدا كابتن حسام بيتميز بان هو عنده العين اللي يقدر ياخد بيها من الناشئين او يعني اللاعبين الاقل سعرا ويطور اللعيب لكن هل احنا برضو في وقت يسمح بده واحنا في وسط تصفيات كاس العالم؟ انت عندك ماتشين السنه دي، يعني فهي يعني السنه دي تعدي اقصد يعني، لكن خلال السنه يستطيع لابد ان هو يقول يعمل زي ما انت بتعمل، انه يجب عليه انه ينزل بمعدل الاعمار على الاقل ال 25 26 صحيح. على الاقل احنا هنروح كاس العالم واحنا محمد صلاح والشناوي وحجازي طلع صلاح بره القصه، يعني ان صلاح كده كده لو عنده 37 سنه بيلعب هيبقى متوسط الاعمار. يعني احنا في 6 7 من الاساسيين في منتخب مصر هيبقوا وصلوا سن ما يقرب من 35 او اكتر من 35 سنه. فهو طبيعي جدا انه لازم يفكر في النزول بمعدل الاعمار. الوقت هيسمح له، حضرتك بتقول في ماتشين، فهنشوف ايه الاضافه اللي هو هيقدر يقدمها واللعيبه اللي هيقدر يدخلها منتخب مصر خلال الفتره اللي جايه. هو عنده تحديات كبيره، لكن هو اعلاميا جاي زي ما بنقول بدعم شعبي واعلامي كبير. نتمنى ان ده يكون نقطه في صالحه يبني من خلالها ويقدر يطور الاداء في منتخب مصر، ونشوف منتخب مصر بيحقق نتائج كويسه.